الثاني المريض الذي يلحق بتركه مشقة. نعم، بعض الناس يكون مريضاً يحتاج مثلاً يأكل حبوباً في وقت معين، يحتاج إلى أن ينام في وقت معين، يصعب عليه الوضوء أو التيمم، لا يكون عنده أحد، يتعب من الصلاة، يعني في مشقة مع المرض، هنا له أن يجمع بدون قصر. القصر خاص بالسفر، انتبهوا، ما في قصر غير في السفر، القصر فقط في السفر. نحن نتكلم الآن عن الجمع وليس عن القصر. لك أن تجمع مع القصر في السفر، ولك أن تجمع بدون قصر في غير السفر، من الأمثلة التي سيذكرها المؤلف. قال المريض الذي يلحق بتركه مشقة، يعني يلحق المريض مشقة بتركه الجمع، خاصة الكبار الآن، امرأة عجوز، رجل كبير في السن، كذا، يقول سير اجمع، سير اجمع، ما في مشكلة، إذا كان متعبا، إذا كانت مريضة المرأة وكذا، لا بأس بالجمع، لكن بدون قصر، كما قلنا أنه مقيم. نعم.